السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلاً بكم في الهلالي ريسيرش آند بيوستاتستيك فور بيجينرز إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على السكرينينج فور ديزيز، الفيديو ده هيكون إنترودكشن، إن شاء الله هيبقى فيه أنذر تو فيديوز هنتكلم فيهم على ستيكال أسبكتس أوف سكرينينج تيست، آند إيفن ذا دياغنستيك تيست اللي هو السنستيفيتي والسبسيفستي والأذر ميجرز، وفيديو أخر هنتكلم فيه على الروك كيرف. معكم الاستاذ الدكتور محمد الهلالي استاذ الطب المهني والبيئي بقسم الطب الوقائي والمهني كليه الطب جامعه المنصوره ان شاء الله الكونتنت اوف ذيس برزنتيشن هتكلم فيه عن الديفينيشن اوف سكريننج تيست اتس ايم ان ناتشرال هيستوري اوف اني ديزيز الدفرنسز بتوين سكريننج اند ديجنوستيك تيست

ممكن يكونوا مرضى using simple test ومهمة قوي كلمة simple test for early diagnosis of these cases or those people at high risk وإذا بنشوف هنا الصورة بتوضح لنا the ice mountain زي ما بنشوف الجزء اللي ظاهر لنا هو ده بنعتبره الـ clinical cases والـ symptomatic diagnosed cases والـ ولكن الحقيقة في جزء كبير مختفي

طيب وات از ذا نيتشرال هيستوري اوف اي ديزيز بيبدا في المربع الاصفر ده بدايه الديزيز بيقعد فتره ما فيش فيه سيمتومز في بروسس وباسوجينيسيس موجوده ولكن ما فيش فيه سيمتوم بنسميها بري كلينيكال فيز لغايه ما تبدا السيمتوم تظهر يبقى دخل الجزء الثاني اللي بالوردة، ده اللي هو نقدر نسميه الكلينيكال فيز بتبدا تظهر الاعراض الحقيقه في البري كلينيكال فيز بما ان مفيش فيش في سيمتوم يبقى اتس ديفيكالت تو دايجنوز ذا كيس ولكن لما السيمتوم بتظهر ويبدا في اعراض بيبقى اتس ايزي تو بي دايجنوز لان البيشن نفسه هيظهر على الاعراض ويروح للفيزيشن فيفحصه ويطلب له تشخيص وفي النهايه بيبقى فيه اوت كام اما انه يبقى كيورد او لا قدر يحصل ديس او ياخد ثيرابي وعلى ذلك اذا قدرنا نعمل بريفنشن للديزيز من من البدايه الانسيت بتاعه فده بنسميه البرايمري بريفنشن او هيلث بروموشن ولكن في البري كلينيكال فيز اذا قدرنا نعمل ايرلي دايجنوزز فده بنسميه سكندري بريفنشن لان هيبدا البروجنوزز يبقى احسن اذا اذا اكتشفنا المرض بدري اما اذا خلاص حصل سيمتومز والديزيز بقى في الكلينيكال فيز فنقدر نعمل تيرشل بريفنشن للكومبليكيشن ونعمل ريهابليتيشن في نقطه مهمه هنا اسمها الليد تايم ايه هو الليد تايم الليد تايم الحقيقه بيبقى بادئ من بداية السكريننج screening of certain disease and catching up this disease إلى الثيرابي التريتمنت بمرورا من الدايجنوزس فالحقيقه الديزيز لما بيتعمل له سكريننج ويتم اكتشافه بدري اللي تايم ده بيبقى طويل ولكن اذا ما حصلش سكريننج للديزيز ولم نكتشفه بدري بنكتشف ان ليت تايم دي يبقى قليل الحقيقه ده بيعمل بايس في السرفايفل ستاديز لبعض حالات الكانسر اللي بنعمل لها فولو اب الجراف ده بيبين لنا بشكل اخر هاو سكريننج از دون الجزء ده اللي هو على شمال السيمتم ونسيت اللي هو الاسيمتوماتيك فيز دول البوبوليشن وهم كتير فيهم اتنين عندهم ديزيز بس السيمتومز لسه ما ظهرتش فالامبورتانس اوف سكريننج از تو كاتش اب ذوز كيسز نعمل ايرلي ديجنوसिस اوف ذم وبعد كده اذا احنا ما عملنا لهمش سكريننج هيظهروا لما السيمتوم تظهر وذلك دي اهميه السكرين وات از ذا ديفرنس بتوين سكريننج تيست اند دياجنوستيك تيست الحقيقه ان البيربز اوف ذا سكريننج تيست is early uh, detection of cases. أما the diagnostic test used to confirm the diagnosis of the disease, confirm its presence or its absence. طيب ايه التارجت بوبيليشن في السكريننج تيست؟ بيبقى بوبيليشن كبير large number هيوج نمبر عشان نقدر تو سيلكت الكيزز اللي موجوده او تو ديسكفر them اما الدايجنوزز بيبقى مقتصر على البيشنت اللي ظهر عليه السيمتوم وراح للفيزيشن وبدا عشان يشخص يطلب منه الدايجنوستيك سيستم. النقطة الأخرى السكريننج بروجرام غالبا يحصل اليلد أو المنتج بتاع بعض الناس اللي التيست ده بقى بوزيتيف عندهم يعني في سسبشن لوجود المرض فبيتحولوا على المستشفيات ويتعمل لهم دايجنوستيك تيست تو كونفيرم ذا بريزنس أو أبسنس أوف ذا ديزيز أولسو التيست ميثود السكريننج غالبا لانه اتعمل لناس عددها كبير وما هماش مرضى فلازم يكون سمبل واكسبتابل تو بيشن اند ستاف ولكن دايجنوستيك تيست لان احنا هنعتمد عليه بعد شويه بالتريتمنت فممكن يبقى انفيسيف ممكن يكون في بايوبسي ممكن يكون في كولونوسكوبي أور اندوسكوبي طب وات اباوت ذا اكيوريسي الحقيقه ما بيهمناش قوي السكرين تيست يكون اكوريت ولكن في الدايجنوستكس ات بي اكوريت السكريننج تيست غالبا يهمنا ان يكون السنسيفتي بتاعته كويسه على اساس انه يقدر تو سيليكت او ريكوجنايز الاسيمتوماتيك كيسز اما الدايجنوستيك تيست بالاضافه للسنسيفتي يهمنا ايضا السبيسيفستي عشان لو الدايجنوستيك تيست قال ان البيشنت ده هاز نوت ذا ديزيز فده معناه انه هي ويل نوت تيك ذا تريتمنت Uh, طيب وات اباوت ذا كوست؟ سكريننج تيست لانه برضه بيتعمل على عدد كبير، الكوست المفروض يكون شيب، اما الدايجنوستيك تيست لانه بيتعمل فور انديفيديوال بيشنت فممكن يكون اكسبنسف زي السي تي والام ار اي اند سو اون. لازم نبقى فاهمين ان السكريننج تيست از نوت ا بيزس فور تريتمنت ولكن اون ذا اذر هاند ديجنوستيك تيست از بيزس فور تريتمنت لانه اذا طلع البيشن بوزيتيف خلاص البيشن هيدخل في الـ في الالجوريزم اوف ذا تريتمنت اوف اتس كيز اكوردنج تو ذا تايب اوف ذا ديزيز طيب ويتش ديز كان بيسكرينج هل احنا نقدر نعمل سكرينج تو افري ديزيز موجود على الارض لا الحقيقه احنا بنعمل تو سيرتن ديزيز اونلي وده حددته الدبليو اتش او ايه هي الديزيز اللي هيتعملها سكريننج لازم تكون ديزيز لها امبورتنت هيلث بروبلم يعني زي التي بي مثلا التي بي بيقتل تقريبا ثلاثة ونص مليون شخص على مستوى العالم في السنة فعشان كده يهمنا نعمل الأتش آي في بينتشر وبيبقى له مشاكل ضخمة الهباطيت سي والهباطيت بي كمان لازم يكون في uh, available and uh, well recognized diagnosis وتريتمنت للديزيز والا ما نعملوش سكريننج اذا ما كانش فيه diagnosis ولا تريتمنت uh, ان يكون الايرلي ديتكشن اوف ذيس ديزيز ويل امبروف اتس diagnosis Uh, بالإضافة uh, بيبقى محتاجين السكرين الديزيز ويتش كان بي سكرين شود هاف a long latent period ما يبقاش short latent period مش هنلحق أساسا uh, نشخصه أو نعمل له early diagnosis لأنه هيبقى symptoms ويل uh, appear rapidly ولكن الديزيز اللي بيبقى فيها لونج latent period uh, اللي الأشخاص أحيانا يبقوا asymptomatic ممكن يعدوا الآخرين بيهمنا قوي ان احنا نعالجهم آه، كمان فور اكزامبل حالات المنجوجيتس قبل ما بتظهر الحالات الخطيره دي صعب علاجها آه، آه، بيبقى احيانا الميكروب موجود في الثروت ما بين عدد معين من الناس ولما يظهر في توقيت معين يبدا يعمل اوت بريك فور اكزامبل ان سكول الحقيقه ان لازم يكون الديزيز وتش ويل بي سكريند يكون مفهوم اندرستود النيتشرال هيستوري بتاعه ومعروف ان هو عنده بري كلينيكال فيز وسيمتومز وبعد كده كلينيكال طيب وات اباوت ذا تيست سيلف ايه الكرايتيريا اوف ا جود سكريننج تيست شود بي و valid زي ما هنشوف في الفيديو ال التالي ان شاء الله يعني عنده جود سنسيتيفيتي وجود سبيسيفيتي وهنشرحهم ان شاء الله يكون ريلايبل يعني كل ما نعيد الاختبار يدي نفس النتيجه بغض النظر كان النتيجه رايت اور فولس يكون سمبل وكويك وسيف اند افوردبل يعني رخيص لانه هيستخدم فور لارج نمبر اوف بيبل يكون اكسبتبل باي بوبوليشن اند ستاف يعني ما ينفعش اعمل بي ار بالريكتر مثلا او كولونوسكوبي واستخدمه از سكريننج تيست. السكريننج شود بي كونتينيوينج بروسيس لان ممكن المجموعه دي ما ظهرش فيها المرض مثلا ولكن بعد فتره ممكن يظهر فلازم يكون السكرينينج كونتينوس سو وي كان بيك اب ذا asymptomatic كيس. سو وات ار ذا uses اوف سكرينينج ان ذا ميديكال فيلد الحقيقه ااا uh, the most important use is the case finding then control of the disease uh, also can be used for research purposes and educational opportunities. case finding يعني ايه؟ يعني احنا هنختبر الناس دول لمصلحتهم for their benefit عشان for early detection of disease which can be treated early فالبروجنوز تتحسن زي الديابيتس ميليتس زي كمان السكريننج اوف نيونيتس للثايرويد مثلا ديس uh, اوردرز زي البريست كانسر امونج ليديز زي سيرفيكال كانسر زي البلمونري تي بي البوبيليشن دي اذا احنا ديتكتد الاسيمتوماتيك كيسز علاجهم هيبقى افضل والهيلث بتاعهم يبقى افضل لان التريتمنت Uh, غالبا هيبقى افكتيف ان شاء الله طيب واتباوت بقى ذا ذا كنترول اوف ذا ديزيز الحقيقه uh, الهدف هنا مش ان احنا تو بروتكت البيبل ولكن وي بروتكت ذا ذا بوبوليشن كوميونتي فروم سيرتن انديفيديولز يعني مثلا زي ايميجرنت داخلين زي هيلث كير وركر داخلين المستشفى وهيشتغلوا فيها لو عندهم ديزيز معين ذي ويل انفكت ذا ذا كوميونتي ذيس كوميونتي ويتش از بريزنت فبنعمل سكريننج لهم فور اكزامبل للليتان تي بي او الاتش اي في او حتى الهيباتايتس بي او سي طيب احيانا ايضا السكريننج بروجرام دي بتتعمل فور ريسيرش اوبجيكتيفز يعني ان هي عايزه مثلا في بروجرام بروبوزل تو ستادي ذا ناتشرال هيستوري اوف سيرتن ديزيز احنا بنعمل سكريننج تو تو هاف مور انديرستاندينج تو ذا ناتشرال هيستوري اوف ذيزز سوتش اس cancer hypertension diabetes mellitus ممكن برضه نستخدم في education opportunities فور uh, اكزامبل لو في بنعمل بابليك هيلث اويرنس اباوت دايابيتس ميليتس فبنعمل ايدوكيشن سيجن وبعدين نقول للناس تعالوا نفحصكم ونشوف عندكم دايابيتس ميليتس ولا ممكن تخشوا مول وتلاقي الناس بتعمل ايدوكيشن وعامله لك عرض انك تعالى اعمل راندوم بلاك جلوكوز شوف ممكن يكون يطلع عندك سكر Uh, أو بيبقى for educational uh, purposes for uh, medical professional what are the types of screening احنا عرفنا الوقت uses of screening test طيب what are the types of screening program ال, ال types of screening program ممكن تكون mass screening or high risk or selective screening multi screening or multi-purpose screening or opportunistic screening الماس سكرين بتعمل لارج آه بوبيوليشن زي مثلا آه ممكن في مدارس آه بنشوف الانيميا مثلا هل الاولاد في المدرسه عندهم انيميا ولا لا آه او نشوفهم مثلا اللي نفحصهم النظر ونشوف عندهم ضعف ابصار ولا لا آه ده بالنسبه للماس سكرين الهاي ريسك او سيلكتيف غالبا بيبقى الاشخاص اكسبوزد ل بيبل زي مثلا شخصنا هاسبند او وايف عندهم اتش اي في او عندهم تي بي فا اتس جود تو سكرين الهاسبند اور الوايف الغير مصابين عشان نطمن ان ديزيز ما وصلش لهم بالعدوى عن طريق الزوج او الزوجه او زي ما بيتعمل في الاوكيبيشنال سيتنج لبعض الوركرز اللي اكسبوز تو هاير ليفلز اوف نويز تو ديتيكت ذوس وركرز Uh, developed in uh, hearing loss early. Multiphasic screening يعني بعمل screening for multiple disease in one setting بس for a large population. أما المالتي بيربس سكرينينج نفس الكلام but for one person individually زي مثلا الليدي حملت فهتروح لدكتور النساء هيطلب منها فيدرل اللي هو بتاع السيفلس والاتش اي في والاتش بي uh, في الهيباتيتس بي فيروس بحيث انه يطمئن ان هي will not infect ان اللي ان المذر will not infect البيبي during the delivery او حتى to protect the health care worker if they مثلا عملوا cesarean section. the opportunistic screening معناها ان انا ممكن الشخص رايح لطبيب وهو رايح لمرض معين فالطبيب يطلب منه او يعرض عليه انه يعمل سكريننج لو كان سنه في توقيت السكريننج ده للاذر ديزيز او مثلا ديتكشن اوف روماتيك هارت ديزيز امونج سكول children سو وات ار the examples of screening تيست test in medical field. فيرست the first screening test معروف الميجرمنج of blood pressure. Uh, but for at risk people or measuring of random blood glucose to detect early uh, diabetes or tuberculin test um, to detect early latent tb or حتى tb el hiv also or uh, the prostate specific antigen test for early diagnosis of prostate cancer or fecal occult blood detection of occult blood in the stool to Uh, detect early colon cancer or mammography for uh, early detection of breast cancer or the uh, cervical uh, smear, pap smear to detect early the uh, cervical cancer among ladies. طيب what are screening flow chart? Screening flow chart معناها أنت ما تعمل screening program لازم تبقى عارف البلان بتاعك. فأنا هبدأ بالسكرين هختار مثلا فيكل اوكل uh, بلاد طب ما لقيتش لقيته نيجاتيف ما لقيتش فيه بلاد ان ذا ستول خلاص uh, 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 هل اي ويل ستوب ذا سكريننج بروجرام اوف ذوس بيبول لا اي ويل ريبيت ات ان تو ييرز طيب اذا كان بوزيتيف وفي أوكالت بلاد ان ذا ستول هعمل على طول ريفيرال uh, تو to the specialist اللي هيعمل له كولونوسكوبي ويشوف ايه المشكله هل هو نورمال يعمل سكريننج بعد 8 8 سنوات لو كان عنده بوليب هيعمل له فولو اب لو كان عنده كولوريكتال كانسر هيبدا في علاج الكولوريكتال كانسر وغالبا ان شاء الله بتبقى الحاله البروجنوز بتاعها جود لان كان في ايرلي ديتكشن طيب وات ار ذا ستدي ديزاينز وي كان بي يوز تو يعني لو عندنا باحث مثلا ابتكر واخترع سكريننج تيست للمرض فلانى فالحقيقه مش هيستخدم كده ده لازم يبقى في هيئه معينه هتختبره زي الدراجز بالظبط آه، هاي الفود اند دراج ادمنستريشن في هيئه هتختبره وباحثين هيعملوا عليه ابحاث عشان يتاكدوا ان هو ايفكتيف وافيشنت اول دراسه و آه، the بيست ستادي تو بي يوزد فور ذيس بيربوس هي الراندومايزد كلينيكال ترايل بنسميها حتى سكريننج راندومايزد كلينيكال ترايل ولكنها اكسبنسيف آه، تاني دراسه اللي هي الاوبزرفيشنال اناليتيك ستاديز اللي هي الكيس كنترول ستادي اند كوهورت ستادي الاثنين بيستخدموا بشكل كبير في في هذا الاسسمنت للسكريننج تيست ولكن معروف ان الكيس كنترول ستادي هاز سيرتن بايس لايك السليكشن بايس والريكول بايس بالاضافه كمان الكوهورت ممكن يبقى فيها مشكله في الليد تايم بايس اللي احنا شرحناه قبل الدراسة الثالثة اللي هي ال correlation studies هي الحقيقة بتعمل uh, comparing between the frequency of screening with disease rate among population. وبيستخدم population statistics not individual statistics. ولها مشكلة كبيرة طبعاً هي can uh, confirm the association. What are the disadvantages of screening? الحقيقه السكريننج زي ما هو له uh, uh, جانب جيد هي ذا جود بوزيتيف سايد فور ايرلي ديتكشن ولكن ايضا له باتس باد سايد اللي هو ايه بقى الديس ادفانتجز رقم واحد الاوفر دايجنوزس ان ممكن وانت بتعمل سكرين تطلع ناس كتير عندها الديزيز والحقيقه يكونوا فيهم نسبه كبيره فولس بوزيتيف تيست وفي مجموعه ديت ما عندهمش الديزيز طب دي مشكله ايوه مشكله لان انت هتوديه تعمله ريفيلر فيروح مستشفى يتعمل له دايجنوستيك تيست يتصرف عليها زي ما قلنا انها اكسبنسف ممكن يطلع في الاخر هاز نو ذا ديزيز هاز نوت ذا ديزيز او يحصل بالخطا مس تبقى مس ويبدا يعمل عليها تريتمنت ممكن ياخد راديو كيموثيرابي مثلا فور اكزامبل والحقيقه في ابحاث قالت ان في اوقات معينه في امريكا في ناس كتير اتشخصوا عندهم بريست كانسر وخدوا كيمو ريديو وهم اساسا ما عندهمش كانسر نتيجه الاوفر دايجنوزز اللي حصل على الاذر هاند برضو بيحصل مس دايجنوزز ازاي يعني ممكن ان انا اشخص غلط للحالات دي ويضيع مني حاله يعني يطلع السكريننج تيست نيجاتيف بنسميه فولس نيجاتيف وانت خلاص تقول للبيشنت يو don't have the ديزيز ولكن هي هاز ذا ديزيز بس التيست اللي انت استخدمته مش مظبوط فده آه، معناه ان يو ويل مس ذيس كيسز يعني العكس بدل ما هتعمل ايرلي ديتكشن لا يو ويل لوز لغايه ما يحصل لهم كانسر نعالجهم آه، يبقى البروجنوز اوف ذيس ديزيز باد بالاضافه انه بيدي كرييت ا false سنس اوف سيكيورتي وممكن يعمل انكزايتي وبانك عند الناس اللي يظهر عندهم مثلا بوزيتيف من البدايه قبل ما يتشخصوا وفي انذر بوينت مهمه جدا ان البريفلنس اوف ذا ديزيز كان افكت الريزولت زي ما هنشوف ان شاء الله في الفيديو الجاي ممكن يؤفكت السنستيفتي والبوزيتيف بريدكتيف فاليو اوف ذا تيست ولذلك السكريننج تيست شود هاف ا جود سنستيفتي اند ا جود سبيسيفستي اشكركم جزيلا وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن الـ other aspects الـ statistical aspect of the screening test including sensitivity, specificity, accuracy and how to calculate all of these measurements وان شاء الله يبقى في فيديو اخر هنتكلم فيه على الروك كيرف شكرا جزيلا كان معكم الاستاذ الدكتور محمد الهلالي استاذ الطب المهني والبيئي كليه الطب جامعه المنصوره السلام عليكم